كيف نبدل حفاظ الطفل حديث الولادة؟ أولاً، قومي بغسل يديك، ثم تحققي من أن جميع المواد في مكان قريب. ضعي الطفل مستلقياً على ظهره على سطح مستوي. تأكدي أن يكون مكان التغيير دافئ. لا ينبغي أبداً للطفل أن يترك لوحده على طاولة التغيير. قومي بفتح الحفاظ الجديد ووضعه أسفل الحفاظ المتسخ. افتح الحفاظ وقوم بإزالة كل الأوساخ الصلبة بواسطة الحفاظ المتسخ، مع التأكد أن يكون اتجاه التنظيف من الأعلى إلى الأسفل. قومي بتنظيف الطفل بواسطة قطعة شاش أو منشفة مبلولة من الأعلى إلى الأسفل، وتأكدي من تغيير الشاش أكثر من مرة. ثم قومي بوضع كريم خاص للطفل ليشكل مادة عازلة لمنع الاحتكاك المؤخرة بالفوطة. في النهاية، قومي بسحب الحفاظ المتسخ من أسفل الطفل والبسيه الحفاظ الجديد، وذلك بأن تقومي بتثبيت الجزء الأعلى من الحفاظ على بطن الطفل، وباليد الأخرى قومي بإغلاق اللاصق.